طيب نروح فين دلوقتي؟ نروح الإسماعيلية، أسرة ناجي كامل في الإسماعيلية. ومش عارف يعني إذا كان أتكلم ولا أسيب التقرير يتحدث عن نفسه. خلينا نتابع هذه التغطية من مراسل مصر الجديدة أحمد عبد الصمد. طول انتظار أتت، وإن كانت يد الإرهاب وصلت إليها قبل خروجها إلى الدنيا، فأصبحت قليلة الابتسامة كثيرة البكاء، لتتحول حياة والديها ناجي ودعاء إلى قصص من المعاناة. سما ناجي الطفلة التي لم تدرك بعد معنى لكلمة حياة. سما زوجتي اضطرت أنها تولدها في الشهر الثامن نتيجة الحادث اللي اتعرضت ليه. بعد كده اتنقلت للحضانة، قعدت شهرين في الحضانة، جالها نقص أكسجين الطفلة، عندها العصب السابع وضمور في المخ وتشنجات. حالة صعبة لطفلة تسوء كل يوم، وأم لم تسلم هي الأخرى من الضرر. بعد أن تعرضت لحادث إرهابي تعود وقائعه إلى سبتمبر من العام الماضي، حينما تزامن مرورها من أمام معسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية مع وقت انفجاره. نزلت عشان أجيب حاجات لصابنا، فاشترينا الحاجات وإحنا راجعين لقينا الإزاز عمال يطرشق في وشنا بتاع العربية اللي إحنا راكبين فيها. وبعد كده اتنطرت من العربية من بره واترميت يعني من العربية ومحسيتش بأي حاجة. بعد كده نقلوها على مستشفى الجامعة. مستشفى الجامعة اليوم دوت عملوا الإشاعات والخياطة في الوش وحاجات سريعة طوارئ. بعد كده تاني يوم ولدوها عشان البنت كانت حالتها خطر. تاني يوم فتحوا لها قيصري، وطبعا زوجتي كان عندها نزيف في المخ، تهتك في الوش، تليف في مركز الأبصار. طبعا عرفوه بعد كده فيما بعد. كان في قطع في سمنت القدم اليسرى. مش دمرونا بس، دمروا أسرة كاملة ودمروا بنتي اللي ما لسه ما وعدش على أي حاجة في الدنيا. دمروها ونزمها إنها تعيش طول عمرها معاك. اللي دمرونا حسبي الله ونعم الوكيل فيه، إحنا ما نعلمش مين. زوجة تحتاج لرعاية خاصة، وابنة لم تختلف كثيرا عنها، اجتمع تحت سقف منزل واحد انتشرت الأدوية في أركانه. أنا حضرتك باخد 1200 المبلغ او المصاريف اللي بصرفها اكتر من المبلغ دوت، بتفوق المبلغ دوت يعني حوالي 1500 1600. انا في ناس اهل خير ممكن مثلا يساعدوني بمبلغ، يدوني مبلغ، يجيبوا مثلا، لان هي كانت شغاله في حضانه، ممكن مثلا حضرتك يجيبوا لنا مبلغ مثلا نساعد بيه، احاول ان انا اجيب حاجه. انا حضرتك اقسم بالله انا في حاجات في بيتي بعتها. عقبه اخرى، وان كان لا مجال للاعتراض، ليبدا ناجي سباقا جديدا مع الزمان في محاوله منه للوصول الى علاج على نفقه الدوله. لقيت تكلفه العلاج جامده عليا والتكاليف باهظه، بدات اكتب مذكره التماس للمحافظه، ففين وفين لما ردوا عليا اتصل بيا الخدمات الطبيه في مصر في كوبري القبة، رحت عليها لقيت مراتك وبنتك وتعالى وهات التقارير. رحت وخدت مراتي وبنتي وفرحت، قلت بس في علاج وفيه، وانت بتاخد كام وانت 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 كل دوت اسئله، وجاوبتهم عليه بمنتهى الامانه ومفيش اي صدى واي جدوى والكلام ده من ساعتها لحد دلوقتي. عام مضى وما زالت حاله سما وامها كما هي، وربما تسوء كل يوم. معلش زي ما المثل بيقول، انا اسف، الشحات مات من الجوع وصاحب البيت ولا على باله. أحمد عبد الصمد، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش.